السنه دي هايله واداء رائع مع فريق 99. والله يا كابتن اسامه الحمد لله رب العالمين، بفضل من عند ربنا احنا بنجتهد انت عارف، والنتيجه والتوفيق من عند ربنا الحمد لله. الولاد السنه دي يعني من بدايه السنه احنا كلمناهم، انتوا لازم تعملوا حاجه السنه دي، ما ينفعش كل سنه كده بنأدي الدوري زينا زي اي فرقه، لازم تمام. السنه دي يبقى لينا بصمه، ولازم السنه دي يبقى لينا دور، ولازم تبص برضو للفرقه ال 99 لازم تشارك مع الفرق الاعلى منك، وبالتالي برضو الناس تقدر تبص عليك في الفريق الاول. فكل الحاجات دي احنا كلمنا الولاد فيها نحفزهم، وهم الحمد لله السنه دي يعني ماشيين بشكل كويس وبيتمرنوا بشكل كويس، وعندهم الاراده والعزيمه ان هم يعملوا حاجه السنه دي كويسه. والحمد لله احنا يعني الدور الاولاني انتهينا في المركز الاول تمام. ونتمنى ان شاء الله الدور الثاني نمشي على نفس الخطى كده باذن الله وناخد البطوله باذن الله. اكيد عند كابتن مدحت طه طموح شخصي ان شاء الله ان يحقق دوري السنه دي 2009، خاصه ان السنه اللي فاتت يعني غاب الدوري عن مواليد 99 النادي الاهلي السنه اللي فاتت. كابتن مدحت والله طبعا يا كابتن اسامه ما فيش شك طبعا في الكلام ده، كل مدرب بيبقى عنده طموح ان هو يكسب الدوري، بس احنا برضو زي ما انت عارف حضرتك في النادي الاهلي عندنا يعني بنبص للموضوع بشكل مختلف تمام. احنا بنبص في اتجاهين دايما في قطاع الناشئين، الاتجاه الاول ان احنا نصعد لعيبه للفرقه الاعلى تمام. وبالتالي للفريق الاول، ده الهدف الاساسي بتاعنا تمام. الهدف الثاني البطولات، لكن احنا مش بنلعب عشان البطولات فقط تمام. البطولات النادي الاهلي الحمد لله يعني متشبع بطولات سواء فريق اول او ناشئين، الهم الاكبر بالنسبه لنا ان احنا نطلع عدد كبير للفريق الاول ويساهم في انتصارات الفريق الاول، هو ده الهدف بتاع قطاع دش تمام. بعديها دور البطولات، الحمد لله احنا برضو ماشيين بالتوازي بتاع الخطين دول، وان شاء الله ننجح السنه دي ان شاء الله ان احنا نصعد مجموعه كويسه زي ما في ناس موجوده مع فرقه ال 99، عندي في عمار بيلعب مع فريق 99 عندي انا عايز اسالك على النقطه دي برضو يا كابتن مدحت، ما شاء الله في عمليه تنسيق كبيره ما بينك وبين كابتن عادل عبد الرحمن، عمليه التصعيد ما بين 99 وما بين 97. طبعا 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 احتياجات الكابتن عادل طبعا احنا بنلبيها دايما، انت عارف الفرقه الاكبر بيبقى احتياجاتها بنقدر نلبيها بشكل اسرع. هو معاه من بدايه السنه معاه منعم ومعاه فخري ومعاه نصير تمام، ودلوقتي عمار معاهم، فاربع لعيبه من 99 بيلعبوا دلوقتي بصفه اساسيه مع الكابتن عادل، وده طبعا حاجه كويسه بالنسبه لنا ان احنا زي ما بقول لك احنا بنصعد للفرقه الاعلى، ده الهدف الاسمى، وبالتالي الكابتن عادل برضو عنده مجموعه كويسه موجوده في الفريق الاول ان شاء الله يشاركوا في الفتره اللي جايه دي ويساهموا في انتصارات الفريق الاول بإذن. ان شاء الله العلاقه بقى ما بين الكابتن فتحي مبروك مدير القطاع، خاصه ان الكابتن مدحت طه يعني اشتغل سنين طويله مع الكابتن فتحي مبروك. والله طبعا الموضوع بالنسبه لي انا كان سهل جدا لان انا قعدت 7 سنين بشتغل يعني مدرب عام مع الكابتن فتحي فريق الشباب، فانا حافظ اسلوبه وحافظ طريقته كويس قوي، وهو كمان بيثق في شغلنا بشكل كبير، والحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس جدا وفي تناغم، ويعني احنا بنستشير في كل حاجه بخصوص الفرقه، وهو الراجل ما بيتاخرش علينا في كل حاجه، والامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا، واتمنى ان شاء الله ان احنا ننهي الموسم زي ما بدانا كده باذن الله. ان شاء الله. كابتن مدحت وانت معانا على التليفون دلوقتي بنستعرض اهداف لفريق 99 والدوري، ما شاء الله يعني عندك لعيبه مميزه، واضح كمان في النتائج الشغل اللي عامله كابتن مدحت طه وكل الجهاز الفني، ان شاء الله كمان من خلال برنامج الاشبال ملعب الاشبال بقى هنكون متواجدين مع حضرتك ان شاء الله في اهل مدينه نصر، وهنزع لكم برضو مباراه على الهواء مباشره زي مواليد 97 ان شاء الله. طبعا ده حاجه كويسه جدا، وانا بشكركم عليها والاهتمام الكبير من قناه الاهلي بفرق القطاع برضو تبرز المواهب اللي موجوده وتعرف الناس على اللعيبه اللي موجوده في القطاع، دي حاجه كويسه جدا طبعا تمام. اخبار الملاعب بقى، هل الملاعب اللي بيلعب فيها كابتن مدحت طه في دوري 99 كلها مهيئه ملاعب كويسه وصالحه للعب عليها، ولا برضه بتواجه نفس الصعوبه ممكن بتروح لملاعب صعبه لا والله يا كابتن اسامه يعني اغلب الملاعب يعني معقوله وكويسه، لكن طبعا ما فيش شك ان في بعض الملاعب بتبقى برضه مش مهيئه، بالذات كمان الملاعب اللي فيها النجيل الصناعي تمام، بتبقى النجيل منتهي الصلاحيه اصلا، فبتبقى كانك بتلعب على صلاه يعني تمام. لكن احنا الحمد لله معودين الولاد
ان احنا ما عندناش حجه دايما، الملعب علينا وعليهم، على الفرقه اللي بتلعب وعلينا. احنا بنأدي تحت اي ظروف، سواء مطر. يعني الماتش اللي فات بتاع ماتش سموحه اللي فات ده كان مؤجل ده قبل كده، في منتهى الصعوبه، مطر وجو بارد جدا والملعب مزحلق وظروف يعني صعبه جدا. لكن انا كنت مهيئ الولاد قبلها بيومين ثلاثه على الظروف دي، والحمد لله هم نزلوا ادوا بشكل كويس جدا. فاحنا بنلعب تحت اي ظرف، سواء الملعب بقى كويس وحش، احنا بننزل بنحاول نأدي وبنحاول نطلع بثلاثة بونت من كل ماتش ان شاء الله. الدور الثاني بقى هيبتدي انت يا كابتن متعه، خاصه ان في توقف ما بين الدورين دلوقتي. احنا عندنا توقف طويل، هنبدا ان شاء الله اول مباراه يوم الاثنين 28/1 28/1 في الاسماعيليه ان شاء الله. اديت طبعا وقت راحه، يعني وقت كافي من الراحه، وان شاء الله يعني تبتدي الثاني يعني زي ممكن فتره اعداد مصغره عشان تبتدي الدور الثاني ان شاء الله. عايز حضرتك يا كابتن ميدو تعرف برضو كل جماهير النادي الاهلي وانت معانا عبر برنامج الاشبال المواهب بقى الموجوده داخل فريق 99. والله يا كابتن اسامه انا عندي يعني الفرقه كلها ما شاء الله بتأدي بشكل كويس جدا، سواء المدافعين او لعيبه وسط الملعب او المهاجمين. عندي طبعا ناس مثلا زي صالح نصر هو هداف الفريق، عندي فهد جمعه، عندي محمد شفت في الدفاع، عندي عادل برضه في الرومان وفي السرد باكات، عندي عدد كبير جدا من اللعيبه الممتازه. انا مش عايز انسى حد عشان بس ايه تمام، لكن الناس كلها بتأدي بشكل كويس جدا جدا. وعايز برضه اتكلم في حته برضه مهمه جدا يا كابتن اسامه، ان انا برضه بستعين من الكابتن امين عرابي بعدد من اللعيبه من فرقه ال 2000 تمام، يعني حوالي اربعه خمسه بيأدوا معايا برضه من الدوري بشكل كويس جدا. الكابتن امين برضه بيساعدنا كتير جدا وبيدينا اللعيبه اللي تلعب معانا المباريات بطوله الجمهوريه، وهم لعيبه ممتازين جدا وانت عارفهم طبعا. يعني في زياد طارق وفي مصطفى الياس، في وليد عطيه، وفي ضياء وحيد، في العربي، لا عندي مجموعه كويسه جدا بيشاركوا معايا برضو وبيساهموا بشكل كبير في الانتصارات اللي احنا بنعملها. ان شاء الله تكون معانا في حلقه ان شاء الله في برنامج الاشبال يا كابتن مدحت. يعني بنشكر الكابتن مدحت طاهر المدير الفني لفريق 99، شكرا جزيلا لحضرتك.